إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها وترك العمل بمقتضاها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون. وإنما تنفع باجتماع شروطها، فمن عرف معناها وعمل بمقتضاها وتحقق بها علما وعملا واعتقادا فقد استمسك بالإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وشروطها سبعة، وهي: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، المحبة المنافية للكراهية، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، القبول المنافي للرد. فذي كلمة التوحيد، فلنعلمها ولنعلمها، فإن النجاة منوطة بها، والفوز الحقيقي معلق بها.